بالنسبه للرقص عندي فيلمين دلوقتي انا بحاول اقرا فيهم ان شاء الله عشان ارجع تاني. انا عملت فيلم كده العيد اللي فات صغير، لكن وطلع جايه هنا المغرب عشان ادرب رقص ان شاء الله شهر 9 ان شاء الله هكون هنا في المغرب عشان في مهرجان كبير جدا لرقص شرقي، وانا ان شاء الله هرقص فيه وهدرب فيه وكرم اللاعبين ان شاء الله، المدرسين التيتشر اللي جايين يتعلموا ان شاء الله هكرمهم هنا في المغرب شهر 9 ان شاء الله.